حبيبتنا لجين، كيف حالك؟ من 2018 وإحنا نصحى كل صباح بدون نكتك على مجموعة الواتساب. أنتي فرحتنا وأخذوكي مننا. تعتقدي يمكن إنه العالم كله نساكي، بس اطمني الموضوع مش كذا أبدا. كيف نقدر ننسى المرأة الشجاعة اللي قامت معركة كبيرة من أجل التغيير؟ من جد احنا ما نعرف ايش اللي اشعل ضوء النضال في داخلك، بس من وانت صغيرة وانت دائما تحلمي بعالم افضل. في 2013 بدأت بقيادة حملة للمطالبة بحق النساء في القيادة بالسعودية، إلين ما قاموا بسجنك. بعد 73 يوم من السجن قررت إطلاق حملة جديدة لنهاية نظام ولاية الرجل على النساء، وحاولت إنشاء مأوى للنساء المعنفات. في 2015 ترشحت أكثر من 900 مرأة للانتخابات لأول مرة في تاريخ المملكة، وبالطبع أنت كنت واحدة منهم، بس استبعدوك ظلم. انت مو بس دافعتي عن حقوق المرأة في الوطن، بس كمان سافرتي حول العالم عشان يترفع مستوى الوعي عن النساء السعوديات. دائما كنتي مؤدبة ومهذبة وصريحة وصامدة من الرغم من تعرضك للمضايقات والتهديدات. في 2018 تم اختطافك من الإمارات العربية المتحدة وعادوك قصرا إلى المملكة العربية السعودية ووضعوك قيد الاعتقال. 3 سنين من السجن التعسفي، عيونك لسه تلمع. 8 أشهر في الحبس الانفرادي وإضراب على الطعام، والآن تتم محاكمتك أمام المحكمة الجزائية المتخصصة. كيف حياتك اليومية خلف القضبان؟ احنا مره فخورين بيكي، وما عمرنا حنتخلى ابدا عن النضال من اجل حريتك. عائلتك المحبه.